المجموعه الخامسه اللي بتضم منتخب بلجيكا واوكرانيا وسلوفاكيا ورومانيا مجموعه يعتبر متوازنه شويه من ناحيه قوه المنتخبات. لو جينا نتكلم عن ابرز النجوم الواعده في المجموعه الخامسه، اول حاجه طبعا لازم نتكلم عليها منتخب البلجيكي. على الرغم من المنتخب البلجيكي معدل الاعمار بتاع لعيبته زاد بشكل كبير جدا، ولكن المنتخب البلجيكي ابتدى يطلع لعيبه متميزه كتير جدا، زي طبعا دوكو اللي هو نجم مانشستر سيتي وكلنا عارفينه في الدوري الانجليزي. ولكن النجم بالنسبه لي اللي شايف ان هو لعيب متميز جدا ونجم واعد جدا في الكره الاوروبيه يوهان باكايوكو. باكايوكو اللي بيقدم موسم تاريخي مع ايندهوفن الهولندي. باكايوكو عنده 21 سنه، مسجل 14 هدف وصانع 14 هدف مع ايندهوفن الموسم ده، متوقع بشكل كبير جدا تالقه مع المنتخب بلجيكا وممكن يشارك اساسي، ليه لا. باقي لعيبه المنتخب البلجيكي كلها معروفين طبعا زي كيفن دي بروين، لوكاكو، لعيبه معروف طبعا ان هي متالقه بشكل كبير جدا في الدوريات الاوروبيه. لو رحنا المنتخب سلوفاكيا هنلاقي فيه اثنين لعيبه متميزه بشكل كبير جدا مع انديتها الموسم ده. عندنا لوكاس هارازالين، واحد من ابرز نجوم سلوفاكيا في التصفيات، واللي سجل 16 هدف السنه دي مع سبارتا براغ في كل البطولات، كمان مسجل 6 اهداف دوليه مع منتخب سلوفاكيا في فتره قصيره جدا. اللاعب الثاني اللي هنتكلم عليه طبعا واحد من افضل الاظهره في اوروبا السنه دي، ديفيد هانكو. ديفيد هانكو ظهير ايسر منتخب سلوفاكيا، لاعب من افضل المواهب في الدوري الهولندي حتى مع فينور، لاعب متميز. انا بقول لكم تابعوا اللاعب ده وتابعوا عرضيات اللاعب ده. لو رحنا المنتخب رومانيا، هو اي نعم منتخب شحيح المواهب واكثر المنتخبات المرشحه ان هي تقدم مستوى مش جيد في اليورو اللي جاي، ولكن طبعا منتخب رومانيا عنده لاعب متالق بشكل كبير جدا السنه دي، سواء مع جنوا في بدايه الموسم او لما انتقل لتوتنهام، رادو دراجوزين، واحد من افضل المواهب في الدوري الايطالي، مدافع قوي جدا ومدافع متميز، نحط عينينا على اللاعب ده. لو رحنا للمنتخب الاوكراني، المنتخب الاوكراني عنده كتيبه من اللعيبه الجيده ولعيبه شابه طبعا، كفايه حراسه المرمى ان هو عنده اليكس توربين حارس مرمى بنفيكا او حتى لونين حارس مرمى ريال مدريد، اثنين من افضل الحراس في اوروبا الموسم ده. كمان عندهم لعيب متميز جدا 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 في نص الملعب ونحط عينينا عليه، سوداكوف، اللي محط انظار الانديه العالميه كلها سواء في ايطاليا او في انجلترا او في اسبانيا. سوداكوف لاعب مع شختار دونيستك السنه دي ومقدم موسم خيالي، سجل 9 اهداف وصنع 2، وطبعا كلنا عارفين دوف بيك هو مهاجم نادي جيرونا الاسباني وهداف الدوري الاسباني اللي مسجل 24 هدف، حاجه كده من ريحه رونالدو وميسي وبنزيما، رائعه من روائع المنتخب الاوكراني، منتظره بشكل كبير جدا في اليورو اللي جاي. المجموعه السادسه واللي بتضم منتخب البرتغالي والجورجي والتشيكي والتركي فيها مواهب كتير جدا جدا جدا، لو جينا نتكلم عليهم محتاجين 6 7 حلقات، ولكن طبعا ابرز المواهب اللي هنتكلم عليهم لو ابتدينا بالمنتخب البرتغالي فطبعا عندنا فرانشيسكو كونسيساو اللي ممكن ما يلعبش بشكل اساسي الفتره اللي جايه مع المنتخب البرتغالي، ولكن لاعب واعد جدا، انتظروا اللاعب ده وكل ما يشارك بديل مع منتخب البرتغالي هتشوفوا لمساته عامله ازاي، لعيب حريف جدا ومستقبل منتظر للمنتخب البرتغالي ونادي بورتو. كمان في لعيب مهم جدا، واحد من ابرز المدافعين في اوروبا السنه دي، جون كالو اناسيو، لاعب نادي سبورتنج لشبونه واللي متوقع ان هو هينضم لنادي كبير جدا خلال فتره الانتقالات الصيفيه، واحد من اهم اسباب تتويج سبورتنج لشبونه بالدوري البرتغالي السنه دي. جون كالو اناسيو متوقع ان هو يبتدي اساسي مع المنتخب البرتغالي في اليورو، ننتظر صخره جديده للمنتخب البرتغالي جنب بيبي طبعا او روبن دياز. المنتخب التشيكي ما فيهوش لعيب معروف بشكل كبير جدا طبعا غير باتريك تشيك اللي بنشوفه دايما بيتالق مع منتخب التشيك في كل البطولات، ولكن طبعا عندنا نجوم ثانيه معروفين يمكن في الدوري الايطالي زي انطون باراك نجم فيرنتينا الايطالي، كمان عندنا ادم هولزك اللي ما بيشاركش بشكل كبير جدا مع باير ليفركوزن كاساسي، ولكن هو لعيب مهم جدا في تشكيله المنتخب التشيكي. المنتخب التركي برده عنده لعيبه متميزه جدا، ابرزهم طبعا باريس يلماز، واحد من افضل المهاجمين الواعدين في الدوري التركي ونادي جالاتا سراي، وسجل مع تركيا في المباراه الوديه الاخيره. كمان في كينان يلدز، واحد من افضل المواهب التركيه الموجوده على الساحه الفتره اللي جايه، برده منتخب تركيا عنده لعيبه صغيره كتير جدا نقدر نشوفها ونتابعها في اليورو اللي جاي. لو جينا للمنتخب الجورجي وختامهم اسك زي ما بنقول، هنلاقي خفيتشا كفارس تخيليه نجم نادي نابولي الايطالي. خفيتشا كفارس تخيليه بعد ما قدم موسم تاريخي مع نابولي الموسم اللي فات وتوج بالدوري الايطالي، الموسم الحالي على الرغم من تراجع نتائج الفريق ولكنه قدم موسم كويس جدا. خفيتشا كفارس تخيليه على الرغم من صعوبه اسمه ولكن لعيب متميز جدا جدا، وزي ما نجح ان هو يصعد منتخب جورجيا لليورو المره الاولى يقدر ان هو يعمل نتائج تاريخيه، ويمكن ليه لا منتخب جورجيا يصعد لدور ال 16 من اليورو القادم. كمان في ماماردشفيلي حارس نادي فالنسيا، واحد من ابرز الحراس في اوروبا السنه دي، ويمكن هو السبب الرئيسي في صعود منتخب جورجيا لليورو لاول مره بعد تصدي ركلات الترجيح. ماماردشفيلي محط انظار عديد من الانديه الاوروبيه القويه وابرزهم طبعا ريال مدريد وتشيلسي، نحط عينينا على ماماردشفيلي حارس من اكثر الحراس المتميزه في اوروبا السنه دي.